اسمي فرحة وعايزة أحكي لكم على أهم وأحلى قرار أخدته في حياتي. أنا من أسرة مسلمة، أهلي ناس طيبين جداً، الإسلام عندهم بسيط جداً، يعني بيصلوا بيصوموا بيعرفوا الحلال من الحرام. أمي إنسانة رائعة جداً، عمري ما شفتها كدبت أو قالت لفظ مش كويس. زيها والدي كان إنسان محترم ربنا يرحمه. من ضمن الحاجات اللي والدتي كانت بتعلمها لنا هو إن الحاجة الحرام بتدخل النار والحاجات الكويسة بتدخل الجنة. فمثلاً لو أخدنا حاجة مش بتاعتنا تقول ده حرام وهندخل النار لو عملناها. في طفولتي حصلت حاجة لا أعتقد إنها كانت صدفة أبداً. كان عندي يمكن 6 سنين وكنت بروح أشتري عيش من الفرن. كنت بدل ما أروح الفرن من الطريق القصير أروح أعمل لفة طويلة علشان أشوف مبنى بقبة واحد لابس أسود وبدقن. كنت معظم الوقت أشوفه واقف في المبنى ده، كنت بحس براحة وأنا ببص عليه. لما كبرت عرفت إن المكان اللي بقبة ده اسمه كنيسة واللي لابس أسود ده اسمه قسيس. طبعاً في السن الصغير ده ما كنتش أعرف أصلاً يعني إيه كنيسة ولا أصلاً يعني إيه مسيحيين. بعد فترة صغيرة اتنقلنا لبلد تانية، بديت أكبر ومعرفتي تزيد، واللي كنت فهماه إن المسيحيين هيروحوا النار قالوا لي كده، وأكدته برامج التلفزيون ومنها برنامج الشيخ الشعراوي، يعني كلها معلومات كنا بنسمعها من الشيوخ. وفي نفس الوقت كنت بتعاطف مع المسيحيين كناس طيبين، ما شفتش منهم حاجة وحشة أبدا. بس خلاص هم كفار بالعقل كده لأنهم بيعبدوا 3 آلهة وبيؤمنوا إن الله اتجوز وخلف، ودي مصيبة ما تدخلش عقل حد. ومش بيردوا المسيحيين على الاتهامات دي، ما كنتش عارفة إنهم أصلاً غير مسموح لهم إنهم يشرحوا أو يدافعوا عن إيمانهم، أو مسموح لهم إلا أقول لكم بإذاعة جزء صغير من قداس يوم الحد. من ناحية تانية كنت كل ما بكبر بخاف أكتر من النار، لأني طبعاً بعمل أخطاء زي الكذب الفتنة الحاجات بتاعت الأطفال دي، لدرجة أني كنت بتدرب وأنا طفلة إزاي أمشي على سيف السرير علشان أقدر أمشي على الصراط المستقيم من غير ما أقع في النار. عقل أطفال بقى، بس كارثة لطفل عايش في رعب. لدرجة أن أنا كنت لما دايماً كنت بشوف كابوس متكرر أن الله بيحطني في أوضة الفيران علشان يعاقبني، بس طبعاً كنت خاف أحكي الكابوس ده لأن حرام أتكلم وأقول شفت ربنا بيحطني في أوضة الفيران. فكنت يا عيني بتهم أخويا أنه بيضربني، وهي سيئة فوق السيئات. مرحلة تانية حصلت في حياتي وأنا عندي 11 سنة، كنت في أجازة الصيف قررت أعمل كارنيه. الكارنيه ده للمكتبة العامة، وقررت أستعير كتب لقراءتها طبعا. أول اختيار حسب الحروف الأبجدية كان إنجيل متى. أول مرة أشوف إنجيل أخدته ورحت البيت قريته، عجبني كلام المسيح قوي اللي في العظة على الجبل لما قال وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. حفظت الكلام الجميل ده وعجبتني شخصية المسيح، بس برضو ماليش دعوة هم بيعبدوا 3 آلهة الله ومريم وعيسى. بدأت أكتب أجزاء من الآيات اللي في الإنجيل وخصوصا أحبوا أعداءكم. ابتديت أكتبها في بداية كراريسي، بعد طبعا ما كنت بكتب بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. المهم رجعت الإنجيل تاني للمكتبة وباخد الكتاب اللي بعده، طلع إيه بقى؟ طلع كتاب اسمه إنجيل برنابة. فقلت لنفسي هو ده إنجيل برنابة اللي مخبيينه المسيحيين اللي فيه اسم سيدنا محمد. فتحت الإنجيل، لما شفت اسم سيدنا محمد عملت هيصة في البيت، قلت بصوت عالي يا ماما لقيت الإنجيل الحقيقي. بدأت أكبر ولقيت أني كل ما بكبر بعمل أخطاء أكتر، يعني هدخل النار 100%.
بقيت أقول لنفسي النار عليكي مكتوبة، واللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. وفي المرحلة دي برضو كنت كل ما أروح أشتري حاجة يوم الجمعة كان في كنيسة في وسط البلد، كنت بدخلها هناك وأحس بخشوع رهيب، وناس لابسة نظيف وشكلهم محترم. طبعاً أتأخر على البيت فأكل العلقة المحترمة. المهم عدت الأيام وكبرت أكتر، وزادت البرامج التلفزيونية، وطلعت موضة الإعجاز العلمي في القرآن والدكتور مصطفى محمود والعلم والإيمان. ده اللي خلاني متمسكة بالإسلام، الإعجاز العلمي في القرآن. كنت أقول إزاي واحد أمي يعرف تكوين الجنين على النبي، طبعاً إزاي واحد أمي يعرف إن الأرض كروية على النبي طبعاً. على فكرة ده اللي معظم المسلمين متمسكين بيه. قلت لنفسي نار الإسلام ولا شرك المسيحية. وكبرت أكتر والمصايب اللي تدخلن النار حتف زادت طبعاً، وقامت هوجة الحجاب. لبست الحجاب عشان أحس إني برضي ربنا، وعمري ما كنت بحس إني ممكن أدخل الجنة. زودت العيار، لبست الخمار، برضو ما فيش فايدة، الإحساس هو هو. الحسنات أقل بكتير من السيئات، فالكفة بتاعت السيئات عمالة تطب. طب أعمل إيه؟ والحل إيه؟ جات لي فكرة حلوة، بما إني بحب المسيحيين ومش عايزاهم يدخلوا النار، وأنا كمان مش عايزة أدخل النار، أحاول أجيب شوية مسيحيين يسلموا. أهو أضرب عصفورين بحجر واحد، العصفور الأول أدخل الجنة والعصفور الثاني مسيحيين يسلموا. رحت اشتريت الكتاب المقدس كله وبديت أقرأ فيه علشان أصطاد حاجة غلط في الكتاب المقدس وأقول للمسيحيين عليها، بس بصراحة فشلت. أخدت قرار أعمل حاجة تانية، بقيت بعد الصلاة أدعي المسيحيين بالهداية، لدرجة طلبت من والدتي إنها وهي بتلف حوالين الكعبة تدعي لأصحابي، وبرضه مفيش فايدة. مسيحي لله يا محسنين، عايز أحط في كفة الحسنات مسيحي يسلم، مفيش فايدة. ما حصلش لغاية لما وقعت الفاس في الرأس، واكتشفت علميا إن الإعجاز العلمي اللي استندوا عليه شيوخ طلع كذبة كبيرة. الآية بتاعت تطور الجنين اللي في سورة المؤمنون طلعت في شنك، اللي بتقول ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأنا خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. بصراحة عرفت إن لا إعجاز علمي ولا دياوله. حكاية الأرض كروية طلعت برضو ما فيهاش إعجاز، لأن القرآن بيتكلم على إنها مسطحة، والأرض بعدي كده دحاها، دي سورة النازعات طبعا هي مش موجودة كده، دحى الله الأرض يعني بسطها. ما هو يجوز الكذب لصالح الدين الإسلامي. واللي زاد الطين بلة إن إنجيل برنابة طلع أي كلام، ده كمان تصوروا بيناقض القرآن. قال إيه؟ إنجيل برنابة بيقول إن السماوات 9 مش 7 زي القرآن ما بيقول. الموضوع ده خلاني أفكر ليه شيوخ يروجوا لإنجيل برنابة على الرغم إنه ضد الإسلام أصلاً. هنا بطلت أصدق الشيوخ وقررت إني أنا لازم أبحث بنفسي. يعني بصراحة أنا ما شكتش في الإسلام، لكن ثقتي اتزعزعت في الشيوخ، وقلت هو أنا ناقصة عين ولا رجل علشان ما أعرفش ديني بنفسي. وبديت رحلة البحث في الكتب الإسلامية، وتوالت الصدمات يا ولداه لما شغلت عقلي شوية. قصة عيشة الطفلة اللي جسمها كان كبير بسبب الحر، واتجوزت راجل في سن جدها، قال يعني هي بتكبر وهو وقف نموه. صيبة تانية طلعت لي قصة إنه أكبر زينب الرسول، أكبر زينب تتجوز زيد وجاب لها آية مخصوص يهددها لو رفضت تتجوز من ابنه بالتبني، وبعدين تنزل آية بعدها تطلقها علشان يتجوزها هو ويحرم التبني. وتوالت المصايب وظهرت حكاية الرضاع الكبير اللي قلبت الدنيا. طبعا
لو قلت ليكوا كل اللي اكتشفته محتاجة اتكلم لمدة شهر. وصلت لمرحلة تانية وتأكدت ان الإسلام مش من عند ربنا، فسجدت على الأرض وطلبت من الله خالق الكون، وقلت يا رب يا خالق الكون أنا عارفة أنك موجود، بس أنت فين بالظبط؟ مهما كنت أنا هتبعك. وفعلا جالي إلهام في قلبي بيقول وليه ما بدأش أقرأ في الكتاب المقدس بطريقة حيادية، وبدأت أقرأ من بداية الكتاب المقدس، واستعنت طبعا بكتب تانية تساعدني على فهم الكتاب المقدس، منها نبوات السيد المسيح في الكتاب المقدس، ولقيت عدد هائل من النبوات عن السيد المسيح في التوراة وكتب الأنبياء في منتهى الدقة. الحاجة التانية لقيت كمية من الحاجات الرهيبة والأخطاء اللي عملها اليهود طول حياتهم مكتوبة في العهد القديم. طيب ادوني عقلكم، لو الناس دول محرفين كانوا عملوا حاجتين، الحاجة الأولى كانوا شالوا بلاويهم اللي عملوها وفضايحهم واللعنات اللي جات عليهم من ربنا، تاني حاجة كانوا شالوا النبوات اللي على المسيح لأنهم مش معترفين إن يسوع هو المسيح. فعلا زي ما قال الإنجيل إنهم استؤمنوا على أقوال الله اللي هم اليهود. تأكدت إن الكتاب المقدس هو من عند الله وإنه ما تحرفش ولا حاجة، لكن بدأت أفكر في مخاطر إني أبقى مسيحية. أخذ مني وقت طويل وعملت نفسي إني ما عرفتش الحقيقة، لغاية ما جه يوم كنت ماشية في الشارع وشفت جنازة وجه سؤال في دماغي، أنا هكون فين لما أموت؟ ونفرض إني مت دلوقتي هروح فين؟ ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أنا كنت خلاص تأكدت إن المسيح هو الطريق والحق والحياة، وإن كل من يؤمن به له الحياة الأبدية، يعني ضمان الأبدية في شخص المسيح فقط. وأخذت القرار إني أتبع المسيح مهما كان الثمن. بعد ما اتعمدت بدأت رحلة الاضطهاد، لكن ما أحلى الحياة مع المسيح. ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد اللي أنا فيه واللي هيكون لي في آخر الزمان. بعد الفترة دي ربنا سمح بسفري بعد ضغوط كتيرة وما كانش قدامي غير السفر. بعد كده ربنا فتح لي باب الخدمة وبدأت أخدم على الإنترنت من خلال برنامج اسمه البالتوك. بعد كده ربنا فتح لي باب جديد في قناة الحياة المسيحية، واشتركت في 300 حلقة من برنامج المرأة المسلمة وبرنامج القرآن دراسة وتحليل مع الأخ مالك، وقدمنا حلقات كتيرة ولسه مستمرين. ده غير برنامج هو تحت العمة إيه؟ أنا حاطة هدف في حياتي إنه مهما كان الثمن عايزة أقدم رسالة لكل مسلم ومسلمة أعلم فيها حقيقة المسيح وزيف الإسلام، لأن الطريق الوحيد إلى الله هو من خلال المسيح.